روائي جزائري عربي وعالمي أيضا، عميق وحساس وحالم، يتخذ الكتابة شاهد على مصرع الأحلام وولادتها. هو القائل أن الكتابة هي القبض على اللحظات الأكثر نبضا، ولا يرى نصا خارج امرأة ولا خارج حالة حب. الروائي الجزائري واسين الأعرج، صاحب كتب طوق الياسمين، أنثى السراب، مملكة الفراشة وكتب غيرها. حتى نتعرف أكثر على الكاتب الروائي واسين الأعرج ونغوص في بحر أعماقه. صباح الخير. صباح الخير ألكسندرا، وشكراً على الدعوة الكريمة. مهتم كثير. أهلا وسهلا فيك في الأردن. يا مرحبا. مرحبا. إحنا سعيدين جداً باستضافتك اليوم. تسلمي. تسلمي. واليوم رح نحاول هيك في دقائق قليلة أوكي. ندخل إلى أعماقك أستاذ واسين. تفضلي. بداية اللغة العربية. طبعا حضرتك نشأت في الجزائر، ويمكن في هذاك الوقت الجزائر كانت اللغة الرسمية لها الفرنسية. نعم. شو كيف علاقتك باللغة العربية؟ أولا أنا دائما أعتبر نفسي من الذين لهم علاقة عشقية مع اللغة العربية، أي أن اللغة العربية لم تأتيني، أنا ذهبت نحوها يعني. وتعرف أن الواحد لما يذهب نحو لغة يذهب هيك وهو في حالة عشق يعني تجاهها، لأنك أنت حبيتها، على عكس الحالة الاعتيادية بحيث أن اللغة تتوارث من طرف العائلة إلى آخره. فإذا أنا من حظي أنه كان عندي جدة هي التي علمتني، هي طبعا جدة أمية ما تعرف اللغة العربية، لكن إلها حالة عشقية تجاه اللغة بحكم أصولها الأندلسية، فبالتالي أنه لازم أتعلم اللغة العربية. وفعلا تعلمت في مسجد صغير من اسمه المدرسة القرآنية، وتعلمت حتى بدأت أتقن اللغة العربية، وبعدين شوي شوي تدرج بي الأمر الثانوية، أنا كنت علمي على كل حال ما كنت أدبي، تدرج بي الأمر حتى وصلت إلى البكالوريا، فدخلت بكالوريا عربي وحصلت على البكالوريا، وبعدين ليسانس أدب عربي، وبعدين رحت لدمشق الجميلة اللي قضيت بها 10 سنوات وسحرت بهذه المدينة. كمان أنا أدين لهذه المدينة بالكثير في العلاقة باللغة العربية، أكدت لي بأن هذه اللغة جميلة وتستحق أن نهتم بها، مع أنه كل أصدقائي في أبناء جيلي الأغلبية العظمى تعلمت باللغة الفرنسية وكتبت باللغة الفرنسية. طبعا أستاذ واسيني، تعرضت لأزمة قلبية قبل فترة من الوقت، هاي الأزمة القلبية قد تكون أثرت فيك، احكي لنا شو أثرت فيك هذه الأزمة القلبية؟ نعم، في وعكة صحية طبعا، هي وعكة عادية قد تصيب أي واحد، فقط الفارق أنه واحد تصيبه والقدر يمنح له حياة أطول الحمد لله. تسلمي حبيبتي الله يخليك. وممكن تصيب شخص ثاني ما يكون له هالحظ يعني أنه يستمر في الحياة. فأنا تعرف لما تكون كاتب، أنا كنت مثلا أمشي دائما عندي ثقة في نفسي، أحكي صحيا يعني، ولا أفكر في المرض ما عدا الأمراض الاعتيادية، هاي إنفلونزا وغيرها، هاي الشغلات البسيطة، أما المرض الخطير والقوي ما فكرت فيه ولا مرة. بس لما تصاب بمثل هذه الأمراض، على الأقل بالنسبة لتجربتي، أشياء كثيرة تتغير فيك. مثلا العلاقة مع الزمن، العلاقة مع الزمن تتغير جذريا. الزمن الذي كان عبارة عن سيرورة وامتداد يصبح حالة ضيقة، بمعنى أنه أنا كثيرا ما أسأل ليش في السنوات الأخيرة بلشت تكتب كثير، بينما المفترض أن أكتب أقل، يعني أنه وضعي الصحي إلى آخره، الواحد لازم يحذر. لا، أقول أنها مسألة علاقة مع الزمن، لأنه ما كنت تكتبه مثلا على مدار 3 سنوات تصير أنت تكتبه في سنة واحدة، لأنك دائما تشعر بأن الزمن المعطى لك ليس هو الزمن السابق اللي يسمح لك أنك تعيش مدة 50 سنة وأنت مرتاح. يعني الزمن هلا ذاق، داخل هذا الضيق أنا أريد أن أكتب كل أحلامي، كل ما أريده وكل ما ينتظره القراء مني يعني. وبالتالي إذا كان فيه شيء أفادني هو أنه هاي العلاقة مع الزمن التي أصبحت لها خصوصية وربما فردية يعني. بعدين بقي أنا أشترك مع البشر يعني، نصاب بالوعكات ونقوم إلى آخره. بس الغريب يا ألكسندرا أنه في كنت أكتب رواية عن فلسطين اسمها أشباح القدس أو سوناتة لأشباح القدس. في هذه الرواية توقفت بعد الوعكة الصحية، بعدين دخلت في حالة غيبوبة ومشكلات إلى آخره، الحمد لله طلعت سليمة يعني، ما كان فيها سكال يعني، الارتدادات سيئة بالنسبة لهذه الوضعية الصحية. فلما قمت بالوعكة الصحية
رجعت مباشرة لروايتي اللي تركتها معلقة. تعرفي آخر كلمة في الرواية كانت هي كلمة الموت. يعني مين اللي وضع هاي الكلمة؟ والله النهاية أنا كان عندي تصور للبطلة في النهاية، بس العلاقة مع الوعكة الصحية غيرت حتى في نظام البنية الروائية. قلت لا، إنسان يجب أن يختلق الموت وأن يعيش، وأن الموت صحيح هو مآل قدري، لكن في المسافة الفاصلة بين الحياة والموت على الإنسان أن يعيش أولاً، أن يحب الحياة، أن يمنح الحياة كل ما يملك من طاقة وقوة، أن يحب الناس، أن يتقاسم مع الناس الخير والطمأنينة، ثم أن يتقاسم معهم أجمل شيء وهو الكتابة الروائية. يعني هاي. هل اللغة خانت وسيم الأعرج عندما فقد والدته، حيث قلت أن الفقدان أقوى بكثير من أي كلمة تكتب؟ نعم نعم، يعني أنا أشهد أمامك أن في ذلك اليوم أصبحت إنسانا بدون لغة، حتى إنسان بدون كيان، يعني وكأنك هلام يعوم في الفضاء. شو الجاذبية اللي تسحبك من الفضاء إلى الأرض؟ تعرفي أنه الحبل السري الذي يربط الأم بابنها، هذا الحبل السري يغذي الجنين ويعطيه الحياة، يعطي حتى إمكانية أنه يرقص داخل بطن أمه ويلعب إلى آخره، بس دائما هذا الحبل السري يظل قائما. لما ينولد البيبي تقطع طبعا الحبل السري، معناته يدخل في حياة أخرى. أنا عندما ماتت الوالدة الله يرحمها شعرت بأن الحبل السري قطع في هذه اللحظة، يعني مش لما تولدت، لأنه كان إلي معها رابط قوي روحي. فجأة تفتح عينيك، وين الشخص اللي متعود عليه؟ صار غير موجود. يعني فهذا يورث في عمق الإنسان حالة من الخوف، لأنه لأول مرة أشعر بشيئين، أشعر بالبرودة وأنا هي عندي، لما أشعر ببرد في ظهري أشعر كأنه في شيء ما غير طبيعي، وتشعر بنوع من الخوف كذلك، يعني كأنك وحيد ما في حدا معك. يعني ففقدان الأم ورثني هذا النوع من الشعور، ولهذا طبعا اللغة لم تعد موجودة. أنا كنت أعد عليها مسلسل تلفزيوني اسمه القبر المفتوح حول الوالد، وكيف قضت عمرها بكامله على مدار 60-70 سنة وهي تبحث على قبر الوالد، لأننا الوالد الله يرحمه استشهد في 59 تحت التعذيب، وبعدين لا نعرف جثته، يعني أين ذهبت في الفترة الاستعمارية الفرنسية طبعا. والوالدة قالوا لها طبعا الناس اللي كانوا معه بالسجن أنه يمكن يكون في المكان الفلاني أو في المكان الفلاني، ظلت تبحث يوميا يعني في فترة من فترات وهي على هذا الأمل. يعني طبعا ما حصل للأسف، ما وجدنا قبره. أنا هاي الفكرة طلعت معي فعل سينمائي وتلفزيوني، وكنت أشتغل فيه، يعني حتى سجلت معها هي شخصين وهي تحكي على، حبيت أدرجها في التلفزيون كوثيقة يعني بالنسبة للمسلسل. طبعا المسلسل تخيلي يعني، بس هاي أخذتها كوثيقة. بس لما توفت وأنا يمكن وصلت للمسلسل 30 حلقة، وصلت الحلقة 15 تقريبا، وقفت تماما، لم أجد اللغة التي أكتب بها. وإلى اليوم التلفزيون الجزائري يوميا ورائي، وأنا يوميا قولهم بالفرنسية شي با في مونداي، يعني لسه ما حدادي ما خلص، يعني تجاه أمي لما أشعر بشوية فسحة هيك سأكتب هذا المسلسل. رحمة الله عليها، الله إن شاء الله دائما ذكرها بيكون طيب. ربي يخليك، تسلمي. أستاذ وسيم، عشت حياة قاسية يمكن بتفاصيلها بعض الشيء، احكي لنا كيف أثرت فيك قسوة الحياة، وأثرت أيضا مش بس في حضرتك كإنسان، أيضا في كتاباتك. طبعا، لأن أولا أنت لا تحمل، أتكلم على نفسي، أنا لا أحمل من صور الوالد الله يرحمه إلا بعد الصور الخفيفة، لأنه لما استشهد كان عمرنا حوالي 4-5 سنوات، يعني ليس أكثر، معناته عمر محدود، حتى الصور محدودة. ومع ذلك لأن الوالد كان نقابي في فرنسا وعامل وله درجة عالية من الوعي، بينما الماما ظلت إنسانة بسيطة ريفية. يعني فهذا الفقدان أولا أعادني إلى شخصية الوالد، يعني كيف كان هذا الرجل. فبدأت أبحث في حياته، في علاقاته، في صديقته اللي كان يعيش معها في فرنسا. طبعا مو زعلان منه، يعني أنا أقول تعرفي هي لحالها رواية. شاب راح لفرنسا وهو صغير، يعني عمره كان 17 سنة،
وتربى هناك وتكون هناك وتعلم هناك، وبعدين يجي أبوه يقول له لازم ترجع البلد وإلا لا أنت ابني ولا أنا أبوك، يخاف ويرجع البلد فيزوجه، يعني على أساس أنه ما يضيع بفرنسا يعني. هاي تحدث يعني طبعا. فيتزوج من ماما، ماما ريفية بسيطة، إنسانة كتير طيبة ويعني مليئة بالحنان والحب، هو له ثقافة ويعني مستوى عالي إلى آخره. فطبعا يتزوج ويذهب إلى فرنسا ويبقى هناك، طبعا صار يروح يجي أحيانا ما يجي، يبقى 4-5 سنوات. فجدي في مرة مرت حتى أنه قالوا لو ما تجي أنا خلص، لا أنت ابني ولا أنا أبوك، وزوجتك راح أطلقك منها وأزوجها لغيرك يعني. فجاء الوالد كمان. أنا أحيانا أحاول أني أفهم الولد في هذه الوالد في هذه التجاذبات والصراعات إلى آخره. فوجدت فعلا أنه شخصية غنية جدا يعني، ويستحق أنه ينجز له نثر روائي. طبعا ما كتبت له هلا يعني، كتبت في مشاهد الأخيرة أغتيال مدن البحر رواية أخرى، وقع من أوجع رجل، حكيت عنه كثير يعني. وعلى أول رواية. نعم تمام، برافو عليك. يعني أستاذ وسيمي، فهمك للمرأة يمكن هيك بدي أدخل فيه خصوصية، يمكن بعض الشيء قديش أثرت بعلاقتك بزوجتك، وزوجتك أيضا هي كاتبة وشاعرة. نعم. زينب الأعوج. نعم. قديش فهمك للمرأة أثر بطريقة سواء إيجابية؟ شوفي، أنا عندي الموضوع. كان عندي 3 نساء عزيزات يعني. أولا الوالدة الله يرحمها، لأنه هي شخصية حتى فوق الاعتبار يعني تماما. علاقتي بزوجتي لأنه عندها درجة كبيرة من التفاهم. طبعا نحن كغيرنا من الازواج يعني نكذب عليك لما اقول لك ما في صراعات وما في خناقات، كان في خناقات لما كنا شباب وصغار الى اخره، بس هلا في عمل التبصر وفي شيء من الحكمه في العلاقه يعني. ثم عندي بنتي يعني، هي بنتي ريما. ريما هي مخرجه سينمائيه هلا وفنانه. اشعر كاني ورثت لريما يمكن كل ما هو جميل فيها، إذا فيها شيء جميل تسلمي. فأنا ورثته لبنتي، ورثته طبعا لابني، لأن باسم الآن في العلاقات الدولية وخلص دكتوراه، ويعني هيك في عنده عقلنا للأشياء إلى آخره. ريما لا، ريما فنانة يعني شيء غير. فإذا هذه 3 نساء أنا لعبوا كثير دور في حياتي يعني، ودور مهم. الدكتورة زينب طبعا شاعرة وكاتبة، وفازت قبل سنتين يمكن 3 سنوات بجائزة نزيك الملائكة بديوانها الشعري تسلمي، ونحييها طبعا. إلها شيء ربما غير متوفر في الكثير من النساء، أقول بكل صراحة. أي امرأة تغار على زوجها يعني، فرغم منه يمكن زينب تغار وتخبي يعني ما تظهر يمكن. لا اظن ان هناك مرأة لا تغار. لا مؤكد، بس والله لو مرأة غير زينب لطلقتني في 24 ساعة يعني، بحكي لك بصراحة. لأنه إذا ما فيه درجة عالية من التفاهم للشخص والعلاقات ولمحيطه، للناس المحلقين به، تعرف أنت أستاذ جامعي تدرس في جامعة فرنسية، إلك طلبتك وطالباتك، وأغلب طبعا طلبتي طالبات يعني، بتعرفي في القسم الأدبي، ما بعرف بالأردن إذا نفس الشيء، في الأقسام الأدبية كلهم بنات يعني، يكاد يكون بالجزائر 90% كلهم بنات يعني. كتبت عن القدس وأحسست بالقدس قبل زيارة القدس طبعا وفلسطين. نعم. لكن أنت زرتها قبل فترة قصيرة، احكي لنا شو إحساسك تغير عن قبل ما تشوفها وأيضا بعد ما شفتها. أنا في الحقيقة قبل ما أشوفها خلقت عالم تاريخي، اعتمدت على التاريخ طبعا لكتابة الرواية، وهذا العالم التاريخي أعطاني صورة محددة للقدس. لكن لما شفتها وجدت بالضبط كل التفاصيل الخاصة بالمدينة، ومع أن المدينة التاريخ هو تاريخ الأربعينيات والخمسينيات يعني، لكن في أشياء خفيفة في الحقيقة ما وجدتها، مثل السوق القطانين يعني اللي أنا كنت أتصورها صغيرة، بس هي سوق كبيرة. شربت قهوة في مقهى الشعبي هاي الداخلي إلى آخره. بس على العموم أن هاي المدينة وجدتها، وبالعكس حبيتها أكثر،
ولو تتاح لي الفرصة أن أكتب رواية أخرى سأكتب رواية مختلفة تماما عن الأولى. إحنا بانتظار الرواية القادمة إن شاء الله. إن شاء الله. من يدري من يدري. يعني بالتوفيق دائما. إحنا سعيدين أستاذ وسيني بوجودك معنا بالأردن، وأنا كنت في الندوة في معرض الكتاب وشفت كمية المعجبين بكتاباتك اللي توافدوا عليك. نعم. لتوقيع كتبك. نعم. يعني كنت سعيدة من كل قلبي بحضرتك سمع. وأيضا بالشباب اللي عم نشوفهم فعلا عم بيقرأوا. تقول أن الدنيا لستها بخير، يعني أن الناس يقرؤون ويأتون عند الكاتب ويناقشون كذلك، وبعدين 90% بنات، يعني صبايا صبايا، هذا يدل بأن لا، المرأة لستها قادرة أنها تكون معطاءة وتكون حية، لأن لا بديل عن الثقافة بأي شيء آخر. صحيح. يعني أستاذ وسيني حديثك لا يمل. سلامي. الجلسة سلامي. معك يعني هي تعتبر كنز فعلا ثقافي وإنساني. ما حكينا كثير عن كتبك، لكن احنا بدنا كتبك تتحدث عن نفسها دائما. نعم. ونحكي لكل الأشخاص فعلا يقرأوا كتب وسيني الأعرج حتى يتعرفوا عليك أكثر. حاولنا نحكي مع وسيني الأعرج الإنسان. كان جميل. بالعكس كان جلسة لطيفة. تسلمي يا ألكسندرا، شرفتنا في الأردن وبنستناك في زيارات قادمة. إن شاء الله. وبالتوفيق يا رب يا أستاذ وسيني. تحياتنا لكل أهلنا في الجزائر أيضا. يبلغ الله يحفظك. شكرا.